التمام والعاشرة موجز لأهم الأخبار، أهلا بكم. تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، وبعد مشاورات مع اللجنة العلمية، قرر الوزير الأول عبد العزيز جراد جملة من التدابير الصحية لتسيير الأزمة المرتبطة بجائحة فيروس كورونا، وتمثلت فيما يلي: تكييف وإجراء الحجر الجزئي المنزلي وتمديده لمدة 15 يوما من الساعة 11 ليلا إلى الساعة 4 من صباح اليوم الموالي ابتداء من نهار الغد الخميس الفاتح أفريل على الولايات التسع الآتية: باتنا، بسكرة، البوليدة، تبسة، تيزي وزو، الجزائر العاصمة، جيجل، سيدي بلعباس ووهران، ويستثني الإجراء باقي الولايات. وتذكر الوزارة الأولى بأن الاستقرار النسبي للوضع الوبائي الملاحظ في الأسابيع الأخيرة يجب ألا يكون مدعاة للتراخي في الحذر واليقظة، ولا سيما أمام خطر انتقال السلالات الجديدة لكوفيد 19 الذي يبقى قائما عبر العالم. أكد أمس وزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم خلال محادثات هاتفية مع نظيرته في حكومة الوحدة الوطنية الليبية نجلاء المنقوش دعم الجزائر للسلطات الليبية الجديدة في مساعيها لتوحيد المؤسسات وتنظيم الاستحقاقات الانتخابية. وكتب بوقدوم في تغريدة على حسابه الشخصي بموقع تويتر التأكيد على دعم الجزائر للسلطات الليبية الجديدة في مساعيها لتوحيد المؤسسات وتنظيم الاستحقاقات الانتخابية. شكل محور المحادثة الهاتفية التي جمعتني بنظيرة ليبيا فضلا عن عزمنا المشترك على بعث ديناميكية أكبر في التعاون بين بلدينا الشقيقين في مختلف المجالات. وتقود حكومة الوحدة الوطنية الليبية الجديدة مرحلة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 من ديسمبر القادم. يشارك اليوم وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب في الاجتماع 28 للجنة الوزارية المشتركة للمتابعة، والذي سيخصص لتقييم وضعية السوق العالمية للنفط بناء على تقرير اللجنة التقنية المشتركة للمتابعة، إضافة إلى آفاق تطورها على المدى القريب ومستوى الالتزام بتخفيض الإنتاج من طرف الموقعين على إعلان التعاون لشهر فبراير 2021. هذا وسيشارك أيضا عرقاب غدا الخميس في أشغال الاجتماع الوزاري 15 للدول الأعضاء وغير الأعضاء في منظمة الأوبك التي ستعقد عبر تقنية التحاضر المرئي، وستخصص هذه الأشغال للدراسة وضعية سوق النفط العالمية وأفاق تطويرها على المستوى القريب. في النشاط القضائي، أشرف منذ قليل وزير العدل حافظ الأختام بالقاسم زغماتي على افتتاح يوم دراسي بالمدرسة العليا للقضاء بالقليعة حول تقنيات الطعن بالنقض في المواد المدنية والجزائية في القانون الجزائري والقانون الفرنسي. أشرف أمس وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد الرحمن بن بوزيد على إحياء يوم تذكاري تخليدا لأرواح ضحايا كوفيد 19 من السلك الطبي في التفاتة تكريمية نظمتها الجمعية الجزائرية للطب العام. وبعد أن نوه بن بوزيد بمجهودات الدولة لضمان حماية لعمال القطاع من خلال توفير كل وسائل الوقاية من المرض لتجنب انتشار العدوى، تم بالمناسبة تكريم بعض عائلات الأطباء ضحايا الفيروس إلى جانب عرض شريط فيديو يذكر بكل أسماء الذين فقدهم القطاع عبر كل المؤسسات العمومية والخاصة بمختلف مناطق الوطن.
تنظم اليوم الاحتفالات المخلدة ليوم الأرض الفلسطيني بالجزائر العاصمة، وهذا تحت إشراف اللجنة الجزائرية الشعبية لدعم فلسطين، تخليدا للذكرى 45 ليوم الأرض التي تصادف تاريخ 30 مارس من كل سنة، والتي تتزامن أيضا مع الذكرى 3 لانطلاق مسيرات العودة للاجئين الفلسطينيين في 30 من نفس الشهر عام 2018. دوليا وفي الشأن المالي، قال تقرير الأمم المتحدة أن غارة جوية فرنسية تسببت في مقتل 19 مدنيا بمنطقة بونتي وسط البلاد. وبحسب التقرير الذي أعدته بعثة الأمم المتحدة إلى مالي مينوسما، فإن المدنيين كانوا بصدد الاحتفال في عرس قران لما فجأتهم النيران الفرنسية. من جانبها نفت باريس أن تكون ضالعة في عملية استهداف في مدنيين، مشددة على أن ضربتها الجوية طالت من وصفتها بجماعة مسلحة إرهابية. في موضوع ذي صلة بالملف السوري، اكتفى المانحون أمس بتخصيص 6.4 مليار دولار كمساعدات للشعب السوري بالنسبة للعام الجاري والذي يليه، متراجعين بذلك عن سقف 10 ملايير دولار الذي حددته الأمم المتحدة. هذا ولم تحدد أسباب التراجع في مخصصات المساعدات الموجهة لملايين اللاجئين السوريين، علما أن ألمانيا لوحدها خصصت مبلغ 1.740 مليار دولار. وعن جديد وباء كورونا عبر العالم، أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن تقرير منظمة الصحة العالمية حول منشأ فيروس كورونا لم يأتي بالمعلومات الكافية ولم يرقى إلى المستوى المطلوب. هذا وكانت الولايات المتحدة الأمريكية و13 دولة قد أعربوا عن قلقهم من تقييد وتأخير جهود المنظمة الهادفة إلى الكشف عن منشأ الفيروس، كما التزموا بالعمل مع المنظمة والخبراء الدوليين لفهم هذا الوباء. من جهته أبدى مدير المنظمة العالمية للصحة استعداده إرسال خبراء جدد إلى الصين لإجراء تحقيق أوسع وأعمق في هذا الموضوع. ونختم بالرياضة وفي كرة القدم، أسفرت نتائج تسوية رزنامة مباريات بطولة الرابطة المحترفة الأولى التي جرت أمس على النحو التالي: فوز مولودية الجزائر على أولمبيا شلف بهدفين لصفر، في حين تفوقت شبيبة القبائل على سريع غليزان بهدف لصفر، فيما دك وفاق سطيف شباك جمعية عين مليلة ب4 أهداف كاملة. نهاية الموجز، في أمان الله.